السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم فادي من شركة الدبلوماسي. اليوم أخواننا الكرام رح نحكي عن شغلة جديدة عملتها شركة لونزدور بالنسبة لموضوع التويوتا واللكزس، يعني بيشمل فوق ال 18 تقريبا. مثل ما بتعرفوا عم نواجه مشاكل بالنسبة للسيارات الوارد خليجي، الوارد خليجي والوارد أوروبي. بنحتاج دائما أنه نغير قطعة مثل سمارت بوكس، مثل ستيرينج لوك، مثل امبوليزر، هالمواضيع هي كلها لحتى نقدر نبرمج السيارة ونعملها مفتاح. بالنسبة لموضوع السيارات الوارد أمريكي، مثل ما بتعرفوا عم نحتاج أنه حصرا نطلب بين كود اللي هو عن طريق الشركة لحتى نقدر نعمل مفتاح. طيب اليوم شركة لونزدور عملت لنا سوفتوير جديد بنقدر فيه نبرمج إيموليتر، عبارة هو عن ريموت عملته شركة لونزدور لحتى نشغل فيه السيارة بدون ما نحتاج انه نغير قطع مثل سمارت بوكس او امبوليزر او ستيرنج لوك وهالقصص، ونرجع نبرمج ونطلب كود وهالقصص كلها. رح نشتغل حاليا قدام عيونكم. اليوم عنا السيارة هي رافور 2019 شكل جديد. طبعا السيارة سكان يمين وارد استراليا. وارد استراليا بمعنى مواصفاتها تقريبا هي نفس المواصفات الخليجية، يعني ما فيك تبرمج الا لحتى تغير قطع. ان شاء الله راح نعمل السيارة قدام عيونكم وتشوفوا الطريقة خطوة خطوة. اول خطوة لازم تعرفوها ان شركة لونزدور عملت سوفتوير خاص بهالموضوع، فانتوا مضطرين انه تشتروا السوفتوير لحتى تقوموا بهالخطوات. اذا ما اشتريتوا السوفتوير ما فيكم تعملوه. طبعا السوفتوير تكلفته مو غالية، يعني تكلفته بسيطة. بنحكي بهالامور ان شاء الله بعد ما نتم العملية، واللي بيحب يتواصل معي ما في مشكلة. اول خطوة راح نقوم فيها راح نروح على Special Function، بعدين راح نضغط على Key Setting، FT Smart Key 8A Type، وراح نروح على Generate Smart Key. طبعا هون الجهاز عم يقلنا انه هذا الاوبشن حصرا بده يكون موصول بالانترنت، فانتو لازم تعرفوا انه الجهاز لازم يكون موصول بالانترنت. اول شيء نضغط له اوكي. هلا عم يطلب مننا انه نحط المفتاح بقلب الكويل تبع الجهاز، نضغط له اوكي. هون طلب مننا هو انه نحدد الفريكوينسي تبع السيارة. في حال انتو اخترتوا اختيار خاطئ ما في مشكلة، فيكم ترجعوا تعيدوا العملية. حاليا رح نختار هذا الخيار اللي هو 314-315 لان السيارة وارد استراليا، نضغط اوكي. هلا الجهاز عم بيقلنا انه نضغط على البوش ستارت في السيارة ونحط المفتاح قريب من البوش ستارت لمدة 10 ثواني. لازم المفتاح يضوي، هاي ضغطة، ومنخلي المفتاح قريب من البوش ستارت. ومنتظره 10 ثواني. في حال ما ضوى بالعشر ثواني بنرجع بنضغط ضغطة تانية. مثل ما شفتوا ضوى المفتاح. هلا بعد ما ضوى بنضغط اوكي بالجهاز، بيطلب مننا نحط المفتاح مرة تانية، نضغط اوكي. غير البوزيشن، نضغط اوكي. هلا بلش ياخد داتا من المفتاح. عم يسألنا الجهاز انه في مفتاح شغال بالسيارة ولا لا. بحالتنا نحن السيارة ضايعة كل مفاتيحها، فرح نضغط له نو. طبعا الجهاز بياخد شوي وقت، فلازم تنتظروا ويكون عندكم صبر، يعني الموضوع كله بيصير اونلاين عن طريق الشبكة.
طبعا شايفين كتب لنا generated successfully. هنا بنضغط اوكي، ما في داعي هلا نعمل كنسل العملية. هلا بدنا نجرب المفتاح، راح نحطه على البوش ستارت، نضغط مثل ما شايفين فتح السيرينج، وهي شغلنا السيارة بكل سهولة. العملية كلها يعني ما بتاكل معكم 5 دقايق الى 10 دقايق ماكسيموم، بدون ما تغيروا اي قطعة، بدون ما تغيروا اي شيء. هذا الفيديو الاول راح يكون بس لحتى نشغل السيارة. بالنسبة لموضوع الاد كي، الموضوع ان شاء الله كمان محلول، ممكن اعمل لكم فيديو تاني. بس انتم المهم عندكم انه السيارة ضايع مفتاحها، شغلتوا السيارة اول شغلة لحتى ما تضطروا انه تبدلوا قطع. موضوع الاد كي موضوع سهل. وشكرا.